ننتقل إلى ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز من محافظة القاهرة. ميرنا، مشاهدينا الكرام نرحب بكم. بالفعل هذا هو اليوم الأول لتطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات، هذه الأسعار التي أقرت صباح اليوم، وبعدها بالطبع تم التغيير في العديد من الأجرة لسيارات الأجرة الجماعية وكذلك سيارات الأجرة ومختلف المواصلات. نحن معكم الآن من ميدان ومن موقف عبد المنعم رياض الذي يقع في ميدان عبد المنعم رياض، هذا الموقف الذي منذ الصباح تواجدت فيه ورصدنا العديد من الصور، ربما أبرزها التزام كافة السائقين بالتعريفة الجديدة، كذلك حرص الجهات التنفيذية على أن تتواجد داخل الموقف لترى كيف يتم تنظيم التعريفة الجديدة، التأكد أيضا من أنه يتم تطبيقها بالشكل المطلوب، كذلك أيضا تعليق اللافتات في كل مكان داخل الموقف بحيث أن يتم تعريف المواطنين بالزيادات المقررة والتي تتراوح ما بين النصف جنيه وجنيه. أيضا هذه اللافتات معلقة في كل مكان، كما أنه تم التشديد على كل السائقين أن يتم تعليق ملصقات على زجاج السيارات يوجد بها التعريفة الجديدة، وذلك منعا لحدوث أي مشاكل، أيضا لكي يكون الأمر يتم بسلاسة تامة، منعا لحدوث أي فهم في عدم فهم في وجهات النظر أو مشكلة. لذلك وضع الملصقات على السيارات سيسهل الأمر على كل المواطنين. منذ الصباح تواجدنا لاحظنا أن العمل يسير هنا داخل موقف عبد المنعم رياض في سيولة تامة كالمعتاد كل يوم، لم يكن هناك أي شيء قد يعني يحدث أي مشكلة، كان يعني السيارات تتوافد على الموقف وتقوم بتحميل الركاب وبالطبع تطبيق التعريفة الجديدة، والتي لم يلحظ المواطن وجود اختلاف كبير كونها كما ذكرنا تكلفة ضئيلة لا تزيد عن الجنيه وتقل أيضا في بعض الرحلات لتصل لنصف الجنيه. فإجمالا الصورة هنا في موقف عبد المنعم رياض في اليوم الأول بعد زيادة أسعار البنزين والمحروقات، هو موقف يعني كالمعتاد يوم عمل طبيعي، كل شيء يسير بشكل المطلوب مع التزام كامل من قبل كل السائقين وأيضا رقابة من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من أن الجميع ينفذ يعني اللائحة الجديدة بالأسعار، لا يوجد أي أحد يغالي في الأسعار أو لا يطبق هذه الأسعار بالنحو الذي أقرته وزارة النقل بالنحو الذي أقرته الدولة، بحيث أن يكون كل شيء يتم بالشكل المنضبط وأن تقدم أفضل خدمة للمواطنين. هذه الصورة من موقف عبد المنعم رياض، وأعود إليك مرة أخرى إنجي. شكرا زميلة ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز من محافظة القاهرة.